نقطة التعادل. يفضل استخدام تحليل التعادل في دراسات الجدوى نظراً لأنه يساعد في معرفة أقل مستوى إنتاجي أو مستوى المبيعات أو كليهما معاً، والتي يمكن للمشروع أن يعمل عندها دون تعريض بقائه للخطر. والواقع أنه يمكن الوصول إلى نقطة التعادل للمشروع موضع الدراسة بعد الانتهاء من تقدير المبيعات من خلال الدراسة التسويقية وتقدير التكاليف من خلال الدراسة الفنية. وكلما انخفضت نقطة التعادل ارتفعت فرص المشروع في تحقيق أرباح وانخفض احتمال حدوث خسائر. والفرق بين حد الاستخدام المتوقع لطاقة المشروع وبين نقطة التعادل يمثل منطقة الأمان التي كلما اتسعت كان ذلك أفضل. والخلاصة أن نقطة التعادل تعبر عن أقل مستوى إنتاجي يمكن السماح به لاستخدام الطاقة الإنتاجية للمشروع. لذلك بات من المهم التعرف على حجم المبيعات بالوحدات أو الريالات الذي تتعادل فيه إيرادات هذا الحجم من المبيعات مع تكلفته الكلية دون أن يحقق المشروع ربحاً أو خسارة. ويمكن تحديد نقطة التعادل بالمعادلة التالية: المبيعات عند نقطة التعادل تساوي التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة. والتكاليف الثابتة مبلغ ثابت مهما كان حجم المبيعات، أما التكاليف المتغيرة فإنها تتغير تبعا لحجم المبيعات ولكنها تبقى دائما نسبة مئوية ثابتة من المبيعات.